يعد العاملون في المستشفيات من أكثر الفئات المعرضة للعدوى من فيروس كورونا، ورغم أن حدثا كهذا يؤثر على جميع العاملين، فإن لكل فرد نطاقا واسعا من ردود الفعل والمشاعر المختلفة التي مر بها. وفي صحة الجريات نتعرف على بعض هذه التجارب للعاملين أثناء الجائحة. جائحة كورونا كان لها أضرار ومساوئ على الكثير من أفراد المجتمع، أيضا كان لها فوائد سواء للممارسين الصحيين أو غيرهم. أما تجربتي أنا مع الجائحة كانت جدا مفيدة، كنا نستقبل المرضى على شباك الصيدلية لصرف الأدوية والتوعية على كيفية الاستخدام. مع جائحة كورونا أصبح التواصل عبر قنوات التواصل المرئي والمسموع والتنسيق مع وسائل النقل كالبريد السعودي وغيره في إرسال الدواء إليهم دون الحاجة لزيارة المستشفى. كنت أول الكوادر المصابين بفيروس كورونا، العمل كان ميداني وبالصفوف الأولية، وكل من تعاملت معهم كانوا مصابين بالفيروس. ما كنت أتعامل مع أي شخص كانت نتيجته سلبية، كلهم بوزيتيف. إصابتي أعطتني حافز ودافع كبير لعمل أكثر من العمل السابق. أكثر شيء أزعجني أني نقلت العدوى لزوجتي، علما أني والله عازل نفسي منزليا، وكل 24 ساعة كنا بالعمل نعيد نسوي مسحة علشان أن نطمن على صحتنا وما نأذي غيرنا. وأكثر شيء أزعجني، أكثر شيء أفرحني ولله الحمد، نتيجة جميع أبنائي وكل من حولي سلبية. عملت كرئيس للحجر الصحي بصحة القريات، كنا نستقبل المواطنين والمقيمين المشتبه بهم بفيروس كورونا. حقيقة كنا مؤتمنون على تقديم كافة الخدمات الطبية لهم على مدار الساعة. والله كنا نشعر بفرحة كبيرة جدا عندما تظهر نتائج وتؤكد خلوهم من الفيروس. كانت أيام صعبة جدا صراحة. فخورين بالتجربة وما نقوم به من عمل، تجربة كانت صعبة ولكن يجب أن نخوضها، ويكفي ما نسمع به من دعاء من الزوار والمراجعين. كلنا نعود بحرب.